فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لم أجد حملة سعرها مناسب لي إلا في مزدلفة، تبيت في مزدلفة، يقول: فهل يجوز لي ذلك أن أبيت في مزدلفة مع هذه الحملة؟ إذا لم تستطع المبيت بمزدلفة يسقط عنك إذا لم تستطع، ولكن يكون حجك ناقص ما دام أنه تطوع ونفل، فتؤجل الحج إلى أن يتيسر لك أن تحج حجا كاملا ليس فيه نقص. نعم، أما الجواز هو يجوز إذا لم تقدر على المبيت في مزدلفة. نعم، ولو أنك تجي على قدميك إلى مزدلفة وتبيت فيها معظم الليل ترجع إلى مكانك، يلزمك ذلك. أما إذا لم تقدر النزول فيها ولا تقدر على المجيء إليها في الليل فأنت معذور. نعم. ميناء يا شيخ؟ نعم، في ميناء أو مزدلفة؟ في ميناء ولا مزدلفة كله سوا. نعم، كلهن يلزم المبيت فيه. نعم.